مشاهدينا الكرام، الليلة البرنامج بيكون تعليمي بحت إن شاء الله عن برنامج الأدوبي بريمير. البرنامج ده هو برنامج بتاع إيديتنج طبعا للفيديوهات فقط لا غير، فبالتالي هو برنامج سهل جدا لكن في ناس كده عرفته يعني متخوف من اللوحة أو البداية بتاعته أو الشاشة بتاعته الرئيسية، يعني هو لما يكون في كولومات كتيرة كده الناس مخها بيضرب مرة، لكن الموضوع ده سيمبل بسيط جدا في قمة الإيزنس. إيزنس دي كلمة أنا جبتها صراحة يعني مرعبة جدا، لكن stay tuned for the video and don't forget to like and subscribe and share this. هذا الكونتنت بتاعنا هيكون إن شاء الله حاجة روعة تماما ولكم كل مرة في أي فيديو، وما تنسوا تسيبوا كومنت في حتة ورونا أنتوا عايزين تتعلموا شنو المرة الجاية عشان أنا أقدر أنزل لكم برضو عنه فيديو حاجة. stay tuned for the video and as I say don't forget to like and subscribe and share this. أوه معلش بس في حاجة بسيطة، يلا اللي حابب برضو يعرف انه انا كيف سجلت الشاشة بتاعت صفحة المكتب اديني برضو كومنت تحت بلو عشان اخد لكم الروابط او اديكم المعلومة مفصلة كده عن البرنامج اللي انا بستخدمه للكابشر بتاع السكرين ده، فبرضو حسيب لينك للبرنامج بتاع الأدوبي بريمير 2021 او 2020 في البوكس تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو، ما تنسوا اللايك العريف. طيب زي ما انتم عارفين احنا شغالين كنا برنامج بتاع سبايس لو تعرفوا سبايس طبعا نورهان نجيب ومعه توفي، فالليل الايديت حيكون عن البرنامج ذاته، دي الحلقة الرابعة تقريبا او الخامسة على حسب الرقم الذكي كويس، لكن ان شاء الله الايديت حيكون حاجة رهيبة. يعني احنا اول حاجة هنبدأ بفتح البرنامج، طبعا معلش برضو في حاجة لازم تعرفوها انه انتم يعني لما تيجي تنزلوا البرنامج ده بالذات النسخة ال 2021 لازم يكون يعني الكمبيوتر بتاعكم مواصفاته ظابطه شويه. انا هاخدت لكم مواصفات هنا بالجمله تظهر لكم في الشاشه. انا حسب استخدم الكور اي 5 الجيل السادس، الرام بتاعه 12، الهارد ديسك 1 تيرا. فراح نرجع للبرنامج فتح قدامنا، اول حاجه بتفتح لكم الواجهه السوداء دي، الواجهه السوداء دي بتختار منها نيو بروجكت. طيب بتسمي اول حاجه البروجكت بتاعك باي حاجه انت حابها، يعني مثلا نكتب اكس معلش لازم انتبه انك انت بتكتب بشنية يا معلم، عرفت كيف؟ نكتب اكس ودوس انتر. طيب اول حاجة بتفتح عندكم الواجهات الكمية دي، يعني ذاتك انت بتتخلع وما بتعرف الحاصل شنو بالظبط، لكن انت تحاول تتعرف على الواجهات دي حبة حبة. اول حاجة انت تعرف روحك انت هتستعمل شنو، هل انت عندك edit، عندك color تعمل color correction، تاخد افكتات، تشتغل على الاوديو او الجرافيك اسينشال، هذه اللوحة طبعا بتاعت الجرافيك اللي شغل الموشن جرافيك والحياة زي كده. اول حاجة بتفتح لنا هنا اللوحة بتاعت البروجكت اللي هو بيكون مسمى بالمكتب اكس، احنا دبل كليك هنا ويفتح لنا طبعا البرامج بتاعتنا او الحاجات اللي ممكن ننزلها. نجي هنا ديسكتوب سطح المكتب، عندنا هنا مطعم الراعي مثلا، نرجع له دبل كليك تحديد الكل كنترول اي وسوبر امبورت فايل زي ما شايفين او تنزيل الملفات. طيب دي طريقة بسيطة طبعا عشان انت تنزل فيها الملفات بتاعتك، انا ممكن اوريكم طريقة تانية اسهل من كده بكتير. يعني اول حاجة نمسح الحاجات اللي نزلناها دي، تمام ننزل الشاشة، نفتح مثلا الفولدر بتاع مطعم الراغي، نختار اي فوتج او كل الفوتج اللي انتوا حابينها مثلا من هنا لحد احنا مع القصف. اوكي الانترو ده ما داير انه، طيب تشيل تعمل دراج تشيله ترمين في الحتة بتاعت البروجكت. السيمبل از ذات، حاجة بسيطة جدا يا جماعة، انتوا كده نزلتوا البروجكت بتاعك داخل البرنامج عشان تقدر تشتغل عليه. طيب دي اسمه التايم لاين، التايم لاين ده المخطط الزمني بتاعك اللي انت بترمي فيه الفيديوهات وتقطع بعد ذلك تضيف الاصوات ال اس اف اكس اللي هم المؤثرات الصوتية، عرفتوا اي حاجة انتوا عايزينها تلعبوها هنا في التايم لاين ده، عرفتوا كيف؟ مثلا نحن نشوف البداية بتاعت الفيديوين اول لقطة، طبعا لو اديتها دبل كليك بتظهر لكم في الويندو دي عشان انت تقدر تشوف انت عايز شنو منها. طيب تقوم تشيلها برضو
في الكائنة. كده انت نزلت الفوتج بتاعك في التايم لاين بكل بساطة يا جامي، بكل بساطة والله العظيم، الموضوع ما فيه اي جرجرة، موضوع بسيط جدا. طيب اذا انت عايز تفصل الصوت من الفيديو بحاجة بسيطة اكتر، يوز كليك يمين، تجي هنا عندك ان لينك، كده انت فصلت الصوت من الفيديو. موضوع بسيط جدا يا جماعة، موضوع بسيط جدا والله، ما داير اي تكاليف منك. دار تمسع الصوت وتنزل اصوات تانية تدوس ديليت، هكذا انتهى. دايرين ترجعوا الفات، اول حاجة ان انت كنت عملت مسحت مثلا حاجة، قدمت خطوات كثيرة وعايز ترجع لورا، كنترول زد برجع عندك الفايل اللي انت مسحته. حاجة بسيطة جدا يا جماعة، زي ما بقول لكم عندكم التول بار او البار بتاع المعدات بتاعتك اللي انت بتستخدمها في الشغل هنا. طيب اول حاجة زي ما قلت لكم احنا هنبدا بالتقطيع. التقطيع ده ايزي جدا، تدوس على الموس، ده موس اسمه ريزر تول، تدوس عليه كده تيجي شنو يحل الكيرسر او المؤشر، تدوس كات كده انت قطعت على شنو كده، قطعنا على الفيديو، تحدد الحتة ما دايرة تدوس ديليت كده. احنا بدينا الفيديو من الحتة دي كده، قطعنا ومسحنا في نفس الوقت بكل بساطة وكل إيزنس. دايرين تقطعوا الاثنين مثلا الطبقتين، يعني مثلا احنا فصلنا الفيديو عن الصوت صح، تجي تدوس شيفت، اول حاجة تختار الموس، معلش تختار الموس تدوس شيفت، كليك واحدة بتقطع لك الطبقات كلها مش الطبقتين ديل بس، لو كان عندك 6 طبقات لفوق. طبعا الويندو دي بتاعت التايم لاين بتستحمل طبقات، يعني عرفتوا كيف فاهمين عليه انتوا، تخط هو طبعا الشغل بتاع البريمير ده عباره عن طبقات لايرز. لو انت اشتغلت فوتوشوب تقدر تتعامل مع البرنامج ده بكل بساطه، فوتوشوب برضه ريالات. طيب بالنسبه للقطع كنترول زد، وين احنا عايزين شنو نرجع لورا، الموضوع ده بسيط جدا زي ما قلت لكم يا شباب. طيب مثلا حاجه ثانيه احنا عايزين نعملها، دايرين نبطئ الزمن ولا احنا ما نمشي الخطوات دي؟ طيب ما مشكلة، احنا ناخد الحكاية step by step عشان شنو ما نلخبط الراس. طيب يا شباب احنا فتحنا الويندوز بتاعت الايديتنج اس حاليا تمام، عشان نقدر نحدد بالضبط الشغل كمان. طيب اول حاجة عندنا تدوس كليكين زي ما قلت لكم، بفتح لكم صفحتين كده او شاشتين، شاشة يا هو يكون فيها التايم لاين او الصورة اللي هي من التايم لاين زي ما شايفين، نعمل بس الكرسر كده شايفين ان احنا هسه حاليا شغالين بانه الموزيا بتاعتنا بتتكلم من التايم لاين هنا. الفتجة الثانية او الحتة الظاهرة معاكم بالجنب دي، دي البروجيكت ذاته مثلا احنا قلنا قبل شوية ده صح، شايفين احنا هنبدأ الاديتنج باول لقطة اللي هي هنا دي بتاعت نورهان هي بتتكلم. طبعا قبل ما تقطعوا لازم تتأكدوا من اللقطة اللي انتوا عايزينها بالظبط وين، تمام. طيب اوكي وصلنا هنا، طبعا الزايد بتكبر، الماينس الموجوده في الكيبورد بتصغر، عرفت تكبر على التايم لاين تحت عشان تقدر تقطع براحتك، تدوس سي للكت عشان يصير لك الموس، تدوس في عشان نرجع الماوس زي ما هو، اوكي تدوس ديليت كده. احنا بدينا اللقطه من هنا زي ما شايفين، الموضوع في قمه السهوله يا جماعه والله العظيم. طيب يا جماعة احنا لازم ننهي الفيديو لحد هنا، وما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير عشان احنا نقدر نستمر في الكونتنت ده تمام. وروني انتوا عايزين تستمروا في البرامج التوتوريال زي دي، او عايزين برنامج تاني، او في حاجة انتوا ما فاهمينها في البرنامج ده عايزين اشرح عليك، ف just like this don't forget to like and subscribe and share as I say always stay tuned for more videos like this. Peace.